من اللي خرجت عبرانية. مسار صار 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 مسار. السلام عليكم. المشكل اللي عندي اخويا هو السيد هذا اللي عطيناه يبني لنا المحل. عطيناه باش يبني لنا المحل. قال لك غنبني كحله، درنا معاك كحله. ولكني راه درنا معاك كحله ولكني راه ما نفذش الاوامر ديال يبنيها كحله. خلى لي الدار كلها محفره. البلافو ما مضروب ليه لا مرطوب. الارض كلها حفاري. بيبان ما كاينينش، الحيط كله مشقق، تقابي في الحيط، وحقرني واحد الحقره ما كايناش، وانا مع هادي شي سبع شهور، هو كيدي فيا وكيجي فيا وتا شي حاجه ما كاينه، قارني اخو البرغوت، راه كاع كان ليا لحمي، خمس ايام وانا خارج من الزنقه، وكنعسر الزنقه، بسبب هاد المحل، كون خلوني افكريان، انا باغي لا استفاده لا والو، راه خلوني افكريان، اللهم الكريان. ولا استفاده عامره بق والباب محلول وحوايجي كاع تسرقوا وما كاينش مع من تهضر وما كاينش مع من تتكلم وهاد الناس قاولبوني في الاول قاولبوني كنت دايرين مع واحد الشركه هي الاولى باش تبني لينا في الاخر دارت نار تيتخلوط وما عطاوها لهاد خينا هذا هاد خينا هذا شد دار دار اللي بغى خلى لي الدار كلها محفره أما كنعرفوش جابتو لي هاد خيتنا هادي شكون هادي؟ خيتنا اللي درنا اللي سميتها فاتحة هادي اللي كتبني الديور عباد الله هي اللي جابتو لينا حيت كانت نقول لك أنا مباشرة هاد خيتنا هادي قالت لينا أنا غادي نميزي غادي نعطي الرشوة باش ناخد مكازا هادي لافيريتي واخا يقتلوني عليها أنا كنقول الحق ملي حسوا بشي حاجة مني أنا كيسحبوني ما عرفت غنمشي نشريها لها ولا ما عرفت ولا ما نعرف شنو دار حيدات هي وجابوا لنا تخينا هذا وهاد خينا هذا جا دار نلعبو خلى لي الدار محفرة وما كاين لا استفادة ما كاين لا صلاح لا والو وأنا دابا كنت نعس مع حالي بخير وعلى خير أنا وليت دابا كنعس في الزنقة والدار ما نقدرش ندخل لها عاملة برغوت ودابا ما عرفت راسي فين غنطج فين غنتجه وما عنديش من لا خدمه لا وما عنديش لا خدمه لا رد ماكو كان عندي غنصيب راسي ولكني انا الله غالب انا كنعرف الطوب كنطلب واللي بغى ما كملش اخويا راه كله قلت لك الدار محفره راه تشوفوها واخا يكون ما عرفت يهودي وما يديرش لي هاد الحاله هادي ما يديرهاش راه بحال دخل ما عرفتي شنو واش غنقول لك اخويا راه ملي كتدخل هاكا تدخل تحل الباب والله العظيم علاش غنقول لك البرغوت والله العظيم تسمح فيها ما تنعس في الزرقاء وما تنعش فيها ما صالحهاش عرفتي شنو هي ما صالحهاش هو باع جوج ديور استافد مع راسو دويتي معاه دويت معاه وما قال لي انا غنصيب لك ندير لك تشوفنا في الدار الارض غنصيب لك الارض وهادي وهادي وبارك معاه واخا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا ولكني حتى شي حاجه ما كاينه انا شت راسي كنتكال في لحمي وقهرني البرغوت شت عيت راني كنعس في الزنقه بسبب هاد خينا هذا مشي حشومه عليه هو استافد باع جوج ديور مع راسو وانايا نموت مشي حشومه وفين ما نهضر معايا يقول لك السلعه غاليه هادي غالية زادوا علينا وما كاين والو باع جوج ديور دخان هو فلوسو والباع ما عرفت شحال من مليون وانا نضيع مش حشومة علي شحال غيخسر عليا انا ما يخسر عليا والو راه عابر وبلافو صافي لا غير ودابا انا والو ما كاين حتى حاجة انا بغيتكم تجيو تشوفوا الدار بغيتكم تجيو تشوفوا الدار وتشوفوها كيفاش دايرة انا كنهضر بالواقع جيت تشوف الدار او تشوف والله العظيم ما تنعس فيها راه بحال اش غنقول لك راه بحال الزنقه مازال الزنقه راه مدسه
هادي راه كثر من الزنقه، راه كل حفاري ما كاينش فين تنعس. و... داكشي امكانيات باش تطلع الدار؟ ما عنديش اخويا، انت كتشوفني فين واقف. انا هاكا نطلب باش نتقوت. تا ولدي ما عنديش باش نصير عليه. فهمتي حشومه، الضغوطات في هاد البلاد، الضغوطات اللي كيهضر على الحق كيرجع مسطي ولا كيرجع ولا كيدمروه. هادي هي الحقيقه. انا كنقول الحق. واش كطالب انت اليوم؟ كنطالب بحقي، كنطالب بحقي من هاد البلاد، كنطالب حقي من سيدنا، وكنطالب حقي من اي مسؤول ما يبقاش يحرشوا عليا. انا كنقول الواقع، خرجوني من الخدمه. هذه الوليدات عندك؟ عندي واحد. شنو تقول للناس المحسنين كيشوفوك؟ ها؟ شنو تقول للناس المحسنين كيشوفوك؟ كنقول للناس المحسنين الله يجازيهم بخير، يتعاونوا معايا. انا باغي غير افي الناس، باغي افي الناس ونخلص ونكمل انا التريد ديالي. ما كاينش اللي بغى يخدمني، ماشي حشومه. اللي مشيت عنده كيقول لك انت راجل كبير، انت هادي كبير. ما خليت فين مشيت، حتى من الصطوب كنمشي كنطلب عباد الله كيقول لك سير تخدم. كنقول له اخويا خدمني، الا دابا نمشي معاك يلاه. وما كاينش اللي كيعقل عليا والو، وما عندي لا عطيق لا رحيم. العيد كبير سنوات، تسعود سنوات وانا ما كنعيطش. عباد الله كتعيد وفرحانه بولادها وفرحانه. ما عنديش اخويا، ما عنديش والحوايج، ما عنديش والله العظيم. لا الدار اش غنقول لك، راه بحال مريح في الزنقه، راه طابله وبوطه ومعينات شي حاجه قليله اللي عندي. باش غتطفكش الدار؟ خرجتي منها؟ انا خرجت منها دابا، راه خمس ايام وانا كنعس في الزنقه بسبب برغوت. باش من راه كاين يا صاحبي، راه كيقرص اخويا، راه قرص عنده اكثر من الحنش. قهرني يا اخويا، كاع لحمي كاني دابا. راه مازال شويه ملي نعس في الزنقه هذه خمس ايام عاد حسيت بالراحه والله العظيم، عاد لحمي شويه. اما اخويا تما راه ما نكذبش عليك، لا اله الا الله. نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا ماشي يا ربي، كنتمنوا الخير من عند الناس. ما عنديش اخويا، انايا قدام المسجد ديال القدس، كان في الصطوب في البرنوسي. اللي بغى يتعاون معايا الله يجازيه بخير. ديما انا هنايا في الصطوب، مره كنكون هنا، مره كنكون الفوق، مره كنكون هنا، بعض الخطرات ما كنجيش، كنتقهر اخويا ما نكذبش عليك. كنبغي نريح واحد النهار ولا يومين، وملي كنبغي نخدم راه كنجي للصطوب ديال القدس في البرنوسي. واللي بغى يتعاون معنا الله يجازيه بخير.